ارتفاع غير مسبوق شهده قطاع الدواجن ليسجل أعلى الأسعار بعد قيام الحكومة بوضع سقوف سعرية في شهر رمضان المبارك، لتتوالى الارتفاعات على أسعاره بسبب زيادة أسعار طن العلف لينعكس بخسارة واضحة على البائعين. بالنسبة لإقبال الزبائن على شراء الدجاج ما في إقبال نهائيا، وبالنسبة للتوزيع توزيع غالي، دينار 75 وبنباع قاعد 190 قرش للمواطنين. 90 قرش بنزل علينا، بنبيع بليرتين ليرتين وبريزة. في ناس عادي وفي ناس حسب قدرة الزبون. يعني في زباين عادي ما بتفرق عندهم، في زباين زي اللي حكيت معها هسه مش ظابطة معها. الدجاج تنزيله علينا اليوم 183 قرش، بنبيعه قاعدين بليرتين، ما بجيبش مصروف محله. الدجاج غالي وسبب الارتفاع العلف. نقص علف عندنا في الأردن، ما بقول لك فيش عندنا أعلاف، على أساس هيك رافعين الأسعار عندنا. بس هاي هي يعني الشغلة، ما فيش فايدة من مرة. بالنسبة لنا الدجاج والله سلعة أساسية في البيت، يعني السلعة ليرتين وربع الكيلو، ليرتين ونص، ليرتين وعشرة، يعني جرام هذا الحكي، ما في بيت بيقدر يدخله هالأيام هاي. اللي صار اللي بأخذ له 5-6 دجاجات صار ياخذ دجاجي هسه. ظروف الناس سيئة زيادة عن اللزوم، كل الناس تشكي من الحكي هذا كثير. والله يكون بعون الناس، يعني لازم يعملوا لهم حل الحكي هذا. مش بعد الارتفاع، الإقبال من رمضان ضعيف تمام. هسه احنا بدناش نحكي انه المزارع محتكر او هاي، الاعلاف غالية، نسبة وفيات عالية تمام. يعني المزارع الصغير ما ظل له مكان في السوق، هسه صارت حيتان تمام. مزارعين صغار ما بوفي معهم. اول كان المزارع الصغير ياخذ صوص وعلف ذمم بس يتخلص دورته ويبيع يحاسب، هسه ما في ذمم، فهمت كيف علي؟ كمقاطعة هسه هاي لقمة الفقير هي اللي بلتعب فيها، إن كان بندورة ولا بطاطا ولا خيار ولا دجاج، هاي لقمة فقير ما بقدر اشتريها. لما الدجاج تطلع 4 لارات اللي وزنها 2 كيلو تمام، ايش حال يعني إذا بده ياخذ دجاج وبده ياخذ له شوية بندورة شوية طبخة بتكلفه 20 ليرة، طب هاتي واحد يوم 120 دينار في الأردن، هاي هي كل الحالة. شكاوى عديدة وحملة لمقاطعة الدواجن أطلقها المواطنون اعتراضا على غلائه وعدم مقدرتهم على الشراء مع دخلهم المحدود، ليبقى المواطن إما مقاطعا أو مجبرا على الشراء لإشباع أطفاله، ولا وجود لبديل آخر سوى اللحم وأسعاره العالية كذلك. انقطع كل شيء، الدجاج واللحمة وكل شيء انقطع، صار فواكه أرخص من كل شيء. إن شاء الله يقطعونا إياه إن شاء الله، وإحنا مع الشعب. إحنا إن شاء الله الدجاج كثير يعني غالي علينا والله، ما إحنا عارفين شو نتعم. يعني أجي أشتري بست دنانير، كان قبل فترة كان بأربع دنانير، هاي ارتفع، حرام والله. أنا مع الحملة بس إيش بدي أسوي، مضطر يعني، عندي صغار لم يأكلوا، يعني إذا ما شريت للصغار أنا رايحين يموتوا من الجوع. بس الدجاج بصراحة غالي كتير، وش شوي يعني هسه الدجاج بدها أقل شيء 4 دنانير 5 دنانير، غالية كتير، بس ما بقاطع والله. اللحمة أغلى من الدجاج، بنضطر ناكل لحمة يعني، هيك مضطرين. بالنسبة لأسعار الدجاج والله مرتفع، والكل بعرف انه سعره انه عالي الدجاج. يعني الان هو بتعرف بجوز مشان يكون الحم او ابصر في المزارع شو، يعني مشكلة يعني للفقير. الانسان الفقير الان يعني لما بده عنده عالي 10 انبار، يعني لما بده دجاجين حقهم 12 دينار وبدهم تكاليف رز وزيت وغيره، يعني الله يكون بعون للمواطن صراحة، يعني الله يفرج علينا على أمة محمد. ما راح أشتري يعني دجاج نهائيا، حتى يعني الحوالي كلهم خواتي وهذا ما راح أشتروا نهائيا، لأنه كتير غالي، يعني كتير الأسعار غالية، يعني من دينارين ونص يعني ما صارت بالمرة يعني، فما راح أشتري دجاج نهائيا. مع المقاطعة لأنه غلا، يعني غلا مش طبيعي، يعني غلا مش طبيعي، يعني الواحد الله وكيلك يعني صار بده يجي ضيف مثلا او بنته عليه او كذا صار يتحير، يعني زي ما تقولي بده يروح له يجيب له غدا، يعني زي ما تقول بده يكلف. انا مع حمله المقاطعه، شايف على كيف؟ اثنين اسعار الدجاج فعلا غاليه، شايف على كيف؟ والناس يا عمي حالها وضعها على الله الحين، من زي اول الناس، شايف على كيف؟ غلا ورواتب زي ما هي. يعني بدي اقاطع السعر هذا، ما هو مناسب لنا، يعني من نجيب يعني
كيلو الدجاج يطلع عليك ب 3.5 الله بقولها. اسعار غاليه جدا والله، يعني يكفي الناس لا لحم ولا دجاج، شو بدهم ياكلوا؟ يعني زقنا الاعشاب هاي، بندوره خضره، قلايه بندوره، بطاطا، خيار، والدجاج يعني كمان غالي، والبيض كمان بغلوه، فهذا يعني ومن الروح. الإشي غالي، القاق غالي، صحابين المحلات بيغلوا كل إشي علينا، صاحب القاق بيغلي كل إشي علينا، كيلو القاق ب 220، من أمتى وصل كيلو القاق في عمان بالذات؟ اللي فيها 30 سنة ما وصل ل 220 كيلو، ما وصل، كلهم بيسرقوا، تلكة الزيت قديش؟ تلكة الزيت لحالها 23 دينار، والله ما احنا لاقيين نطبخ فيه، احنا بكره نطبخ بمية عشان نراضي أولادنا ونأكلهم ونسقيهم، وما في، ما في مصاري، والله مصاري ما في. تبقى الدواجن خيار المواطن ذا الراتب المحدود والبديل الأنسب عن باقي المنتجات، ليأتي ارتفاع أسعاره ضاغطا عليه وسط الارتفاعات الأخرى، ليبقى المواطن قليل الحيلة مطالب بالالتفات لحاله من قبل المسؤولين.